ربنا وفقنا بعد ما نجحنا اول سنه بقى واتشال عننا عبء المجازفه يعني. كل سنه دلوقتي المهرجان بيترسخ اكتر والناس بتثق فيه اكتر، ودلوقتي الحقيقه حتى كل الفنانين الاجانب وكل اللي عاملين في مجال السينما عالميا يعني ما خلاص اتعرف عندهم، ولما بندعوهم يعني معظمهم بيستجيبوا على طول. يعني يمكن اللي مأثر شويه على الحضور هو مساله الكورونا، بس اعتقد ان العالم كله خلاص ابتدى يتعايش معها.